الله يستر شو حصل من الليل يا ماجد. النار وين هي؟ لا 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 وفي وافي هذا كلام ما عدني افعل الجميل كذا الا انت مقدم السبت. مو بشرط لو مو بشرط مو بشرط لكن الجميل من الرديب يا حاج عاد الرد افعل جميلك وقطه في البحر يا الربع يا الربع يا الربع يا الربع يا الربع يا شباب خل خل كل هالكلام لين الصوت ما نستوي كله ما نسمع خل 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 روح دوس لو سمحت خلي ما اسمع بليز بليز اسلم 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 يا ابو اسلم الرجال يقول الوفاء مثل مثل الكرم يعني اشوف انه فطره وجهه نظر سليمه بس الحين الوفاء توفي هو توفي اوفي لك ليش اوفي لك لانك سويت فيني جميل ولا 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 سويت لي شيء ممكن عندك انت تشوفه طبيعي تسوي معي واحد بس انا اشوفه عندي كاي لا اسمح لي علي طب ليش تربطون الوفاء بالجميل ها ليش تربطون الوفاء بالجميل توفي يبين انك وافي ولا ما توفي انت تقول في الجميل سوي في الجميل. الوفاء اني مثلا دخلت انا وانس ذا البرنامج ما اعرفه قبل اليوم ولا قبله الا من ذا البرنامج ابو عايد وظهرنا مع ذا الباب اللي دخلنا منه اني اوفي له رجال كليت معه من صحن وعشنا الريالتي مع بعض وغامرنا مغامره مع بعض اني ابقى اوفي معه بين فتره وفتره فرقت له المدن فرقتنا الديار اني ادق عليه يا رفيقي شلونك وش اخبارك هذا الوفاء صحيح مو ما يرتبط بالجميل اني سويت في ابو عايد جميل واقول هذا وفاء لا الوفاء انك مثل ما شرحت كذا بدون جميل صادق صادق الجميل انت كلامك صح وانت كلامك صح لا لا بعلم دقيقه رد الجميل ترى من الوفاء اي من الوفاء اي لكن مو الاساس الوفاء مو بالجمال يعني اقدر اوفي الواحد وما اسوي فيه جميل صدق صح كلام صادق. محمد يعني وانت كلامك صحيح وكلام عليان صحيح كله صحيح من الوفاء وش احد عنده قصه عن الوفاء وقصة الوفاء واجد 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 عندي لك قصيدة عن أخ عن الأخوي الخوي؟ عن أخوي أسلم يقول في كل خطوة خير خطوة تباشير خير سلام الله اجعل كل خير بسمانة آمين يالله اجعلنا مفاتيح للخير واستر بسترك يا إلهي خطانا آمين لولا يقينا لادم يفتي ياسير كان الشقى في وسط بطنه رمانة واللي نواب الشر للناس شرير والشر ما له نسمة في هوانا واللي يسولف بلقفة دايم صغير هالجلقفة ما هو على مستوانا دون أخويانا ما تفيد المعاذير حنا أخويانا في ظهور أخويانا وليا تركناهم وضرب المناشير خلنا رجولتنا الله وخلنا وفانا يالله نبغى رضاك ورضاك لا غير رضاك هو أكبر سبب في رضانا يا سلام يا سلام سلام صحي يا سلام صحة لسانك اي والله ونعم اي والله ونعم بس رد الجميل جميل صدق والله رد الجميل تراه جميل رد الجميل الواحد والسلامة انا من انا من الاشخاص والسلامة اي واحد يسوي فيني يسوي معي حاجه لو يعطيني قوره مويه ترى احس كسي فيني جميل ويبقى دائما تحس انه هم برقب هو بغى قوره مويه اعطاني اياها افتح الكرتون اعطاني قوره مويه انت شوف المويه هذا بقى مويه هنا وشوف الجميل بس شوف سلام اذا رديته ترى هو الظاهر والله العالم والسلامة انه كيف له لذه تدري شو المشكلة؟ أنا ليش طرحت الموضوع ذا؟ ترى لي أهداف معينة. أنا عندي رفيق يرجع زرته الحقة. والله العظيم. زرته إيش؟ زرته الحقة. إيه. كل ما جيت بالحقة راح. فلك. أقسم بيت الله العظيم. هذا بحظ الدنيا عندك حظك طيب. ها؟ أنا حظك طيب عندك الرفيق هذا. إيه والله. أقسم بيت الله. والله ترون بالموجودين. والله العظيم إنه يجود. والله إني كل ما جاء بطرحه بأرتاح بأ إنه يجود. لا يوم كذبها قرية يجود مجنون تليه قلت الله أنه يحوجك لي الله والله أني أقولها له قلت الله أنه يحوجك لي وهو اسمه عبد الله بن فهد قلت الله يستاهل النعم قلت الله أنه يحوجك لي الله أنه يحوجك لي قال لي يقوم على السبحة قلت الله أنه يحوجك لي لأنا خلاص منك وارتاح يا سبحة هذا والله من طيبك يا أبو متعبي والله والله أفرت ما يدري الوفاء الوفاء صعب انا لما اقول الوفاء تبلش طحت لك في رجال يزود كل ما جيت تلحق زاد راح ايه ماشي لقط وريدك ها عندي رفيق نفس رفيقي كذا سلطان بن شلاح ولا دعم ترى صوتك ما سمعت ابو رفيق سلطان بن شلاح معروف ما عليك سوء كل ما حاولت الحقه
راح طمر ايه قلت وانا اسوي في البيت وارسله قلت انا وشلون انا كيف باجز راعي الطيب والمعروف وهو كل ما حاولت اجريه يسبقني الله الله هذا رجال انا عارف انا شخصيا يعلم سالفته لعب على واحد من النصابين ذا عسى الله يهديهم ان شاء الله اخذ منه حوالي 300,000 يقول في الحساب كله بيشغلها اي يقول بشغلها ما ادري بدي يظهر ارض ما ادري بدي سياره انا وكاد ما ادري وش اللي انا وكاد راحت الفلوس اي صارت لك ده وراحت الفلوس كلها انا الحساب مصفر ما فيه ريال وجاره واحد وسلام جاره قصير الله طول السلامه شروا من عنده شروا صلي هو في المسجد عمو اخذ له اسبوع يقول هو يجيني رفيجي خاطرك ماشي لاحظ عليه هو اللي رجع انصدم صدمه يعني باقي 300,000 راحت في يوم وليله شغل حياته يمكن تقريبا والله جمع 15 سنه هو يشتغل يلا جمع راس المال هذا 300,000 ورجع انصدم جت صدمه من بعد هذا الموقف ذا وتعكس خاطره وناس لاحظوا شيء لكن جاك الرفيق الغالي ذا قال يا ولد انت خاطرك وش فيه؟ لا والله خاطر سلام يقول يعلمه بس سالفه قال زي يا سلام يعينه ويا هو يروح طول سلام هو يحول له 20,000 هو يحلف عليك والله ما ترجع قال يا ولد قال يا ولد انت قبل 8 سنوات داقن عليك وعرسي بكره ومحول لي 100,000 طول السلام قال لك سلف ومحول لي 100,000 قلت نصها عانيه ونصها ردها لي اذا تيست امورك لا اله الا الله قبل 8 سنوات يقول عاني ورعاني ورعاني البيت ترى كلهم اي ورع عندي ترى جميلك ترى في بطنه ما صار يوقف معك هنا هو يتحالف هو وياه عاد هو طيب وناطحه طيب هو يتحالف هو وياه ويتحالف هو وياه ويتحالف هو وياه قال لا الوكاد منه ومنه قال اسمع قال لي هذا قال اسمع انا باخذها منك عشان حلفك بس تراها سلف قال هي سلف قال لي قال هي 50,000 تراها بيني وبينك الله سبحانه وتعالى لا تردها لا خاص امورك كلها لا اله الا الله تدري يا زين الجميل وجمال البنت الجمال وزارق الطيب اللي مضيع تبغى نروح نجلس هناك؟ وين؟ افضل عشان اصوات عشان بس تجيب خلاص 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 بعدين نروح تدري وش الازين؟ شوف الوفا يضيع في حاله واحده لا سويت في انس مثلا جميل جيتكم قلت انس اول سويته فعلت حطيت انس سويت ورحت اربان كلها سويت ضاع بتنوس ترى يضيع ولا 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 اعتبره جميل انا اي واحد يجيني يقول انا سويت فلان فعلت له ترى حطيت اسلك له وخليه يروح وعدني انه وترى المفروض تكون منه حذر هذا بيسوي بكره بيك جميل ويروح يذكر الجميل ما جميل سويته بدس واخفيته لا ما يضيع ترى لا فلوس الدسه ما تضيع بس رحت تسولف مع العرب كلهم قال عطني اي نعم والله صادق كلامك الف 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 زرق الطيب بين الرجال زين زين الف الف والله الف الف على جميع فئات المجتمع حتى الحريم عندهم موفق والرجع عندهم موفق كل موفق والله حتى الله يبرع بعض العام في المدرسه طول السلام فسحه تلقاه ينقص عليهم شيء ورد له طول السلام هو ورع بعد 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 العالي اقسم بس حتى بيني وبين رفيجي من اول فما ادري ساحنا الخبر اقسم بس تدري ولا ولا عاد اقل قليل سلام اخذ له مويه بريال شرب باقي نص اعطاه رفيجي اي والله ترى وفاء شكله مسويها هو شيء هين عندي عندك لان اقدر اشتري مويه بس عندهم شربوا مويه اوفوا في بعض يا سلام ما ابغى فلوس ولا مبلغ ولا اني 100,000 عشان اقول لك ترى بقول لك البيئه يعني الحمد لله في دولتنا الله يديمها ويديم الأمن والأمان الشعب السعودي يمكن تشوفون الترندات يوم تطلع لي تحالفون ويتعازمون وذي ترى ذي فطرة أنا سافرت برا والله ثم الله ما مر علي مثله فطرة جينات في الشعب جينات الحمد بنعمة أي والله بنعمة الحمد لله قم العب في النص قدام الصف اروح اثنين اروح الهانجر قم العب في النص قدام الصف